يا سدى القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد طرف القارئ والمجيد بمحل السفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر
أعرض عن الجاهلين، خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإخوانهم يمدونهم في الغي، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا بآية قالوا لولا اجتبيتها، قالوا لولا اجتبيتها
وإنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم ورحمة. فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا. فاستمعوا له وأنصتوا. ولا تكن من الغافلين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا
لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا جهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله فاتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. كل بحر مدود بكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عشنا وسمعنا في رحاية ذات الله المليونات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد فرط القارئ والمقيم محل السبب. أيها الشيخ الله سعيد وتقبل الله عزيزك جميعا.